أهلا بكم من جديد. رسائل واضحة جدا وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في اليومين الماضيين ومن موقعين ليس مصادفة اختيارهما. الرسالة الأولى وجهها باراك من قاعدة للضباط الإسرائيليين وحذر فيها من أنه إذا لم يتم تحريك عملية السلام مع سوريا فإن الأوضاع تتجه نحو مواجهة شاملة. ورسالة الثانية وجهها باراك بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض خلال مؤتمر عن الأمن انعقد في هرتسليا، وحذر في كلمته من أن إسرائيل إذا لم تتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين فهي أمام خيارين، إما دولة ثنائية تلقومية وإما دولة عنصرية. يبدو واضحا أن رسائل باراك موجهة إلى الداخل الإسرائيلي، لكن من المقصود بهذه الرسائل؟ هل هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ أم المجتمع الإسرائيلي؟ أم القيادة العسكرية الإسرائيلية؟ وماذا يهدف باراك من خلال هذه الرسائل؟ أكثر من رسالة لأكثر من جهة وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في تصريحاته حول السلام مع السوريين والفلسطينيين أمام مؤتمر هرتسليا، الحدث السنوي الأهم في إسرائيل. في مؤتمر هرتسليا الذي يخطب فيه أهم الشخصيات السياسية الإسرائيلية بحضور عدد من كبار رجال السياسة والأمن والخبراء وزعماء الجاليات الإسرائيلية في العالم، حذر باراك من أنه إذا لم يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين فإن إسرائيل ستتحول إلى دولة إما ثنائية القومية أو دولة عنصرية. هناك دولة واحدة هي إسرائيل، وهي في نهاية الأمر لن تكون يهودية ولا ديمقراطية. فإذا سمحنا لملايين الفلسطينيين بالتصويت فإنها ستكون دولة ثنائية القومية، وإن لم نسمح لهم بالتصويت فإنها ستكون دولة عنصرية. قبل ذلك حذر باراك خلال اجتماع لقيادة الجيش من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وسوريا ما لم تتوصلا إلى تسوية سياسية. تصريحات ليست جديدة بمضمونها، لكنها بلا أدنى شك جريئة وذكية من قبل وزير الدفاع الذي أراد استغلال جو الامتعاض العام في إسرائيل، حيث بدأت تدور أخيرا تساؤلات حول مدى جدوى ومنطقية السياسة التي يسير فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة الاستيطان الذي أساء كثيرا إلى علاقات إسرائيل بدول العالم وأولها العربية. كما أن باراك بصفته رئيسا لحزب العمل أراد تمييز خط حزبه عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، خاصة بعد الخسارة المدوية التي مني بها حزبه في الانتخابات الأخيرة وتضاؤل فرص نجاحه في الانتخابات القادمة. وإن كانت هذه التصريحات موجهة بشكل أساسي للإسرائيليين فإنها كذلك موجهة أيضا للأمريكيين وللوبي الإسرائيلي الأمريكي، حيث يتنافس القادة الإسرائيليون للظهور بمظهر أفضل أمامهم. وأخيرا هناك من يرى أن تصريحات باراك ما هي إلا ذرا للرماد في العيون وتضليلا في ظل تحضيرات إسرائيلية جادة لشن ضربة عسكرية ضد إيران تتطلب تهدئة على الجبهتين السورية والفلسطينية مع التركيز على الجبهة الإيرانية. زين الفايز، العربية.